اهلا وسهلا بحضراتكم والفقره الحواريه الثانيه من برنامج الاهلي الليله. فقره مهمه جدا لان الضيف اللي معانا النهارده وبصراحه جاي في توقيت مهم جدا، واحنا بنتكلم عن الكره المصريه ومسابقه الدوري العام وانتظام المسابقه، وواحد من الناس اللي موجودين في المطبخ ومن اهل البيت بمعنى ادق، دكتور ياسر عبد العظيم، عميد كليه التربيه الرياضيه في جامعه الزقازيق السابق ورئيس منطقه الشرقيه لكرة القدم، مراقب ومنسق بلجنة المسابقات في الدوري الممتاز، ومحاضر بالاتحادين المصري والإفريقي لكرة القدم. دكتور ياسر أهلا بيك، منور الدنيا وفرصة عظيمة أنك موجود معنا في حدث زي ده وفي توقيت زي ده مهم في الكرة المصرية. أهلا بيك يا أستاذ محمد، أنا متشكر جدا على الدعوة الكريمة وشكرا جزيلا يعني، وأنا يشرفني أن أكون معاكم في قناة النادي الأهلي. طيب فرصة طيبة أستضيفك النهاردة وأتكلم معاك بقى في المشاكل اللي موجودة في الكرة المصرية. ودايما المراقب أو المنسق أو رئيس المنطقة ايده في المطبخ اكتر من اي حد بيبقى مسؤول تاني، او حتى في اللجان او في الاتحاد حتى بشكل عام، لان المناطق او المراقبين دايما موجودين في المطبخ، دايما موجودين في الملاعب، دايما موجودين وسط الانديه. الكره المصريه ايه الازمه اللي فيها او ايه المشكله اللي فيها؟ مشكله الدوري الممتاز، تنظيم المسابقه، في مشاكل في القسم الثاني والثالث والرابع، الازمات دي ايه سببها وتتحل ازاي؟ لا هو انا طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، التنظيم ووضع آليات وأسس لإخراج نظام محترف في كرة القدم في جمهورية مصر العربية محتاج شغل كبير جدا، مش بس من اتحاد الكرة أو اللجنة اللي بتدير، مش بس من المناطق، مش بس من اللجنة الأولمبية، لا محتاج شغل على مستوى حتى الدولة وعلى مستوى قناعة الدولة وقناعة مؤسسات الرياضة وقناعة وزارة الرياضة بضرورة وجود نظام مسابقات محترم ومنظم وثابت على مستوى كل الدرجات، بداية من الدوري الممتاز وانتهاء حتى بالاسم الرابع وانتهاء بمسابقات الناشئين. في كل العالم الدوريات منتظمة جدا، أعداد الفرق في على مستوى الدوري الممتاز أو الدرجة الأولى بتبقى أعداد معروفة بالنسبة لكل دولة، لها عدد، الاسم الثاني له عدد، الاسم الثالث له عدد، الرابع هو شكل هرمي أصلا، القاعدة بتزيد جدا تحت وبتضيق جدا فوق. احنا ده مش صعب ان يتعمل على فكره خالص خالص، بالعكس، انما مشكله ده ان احنا عندنا ضعف شديد في البنيه الاساسيه للملاعب كره القدم على مستوى من اول الدرجه الثانيه وصولا الى الدرجه الرابعه. طيب يبقى واحد عندك مشكله في التنظيم والبنيه الاساسيه. عندنا البنيه الاساسيه تمام. بالنسبه لانديه الاسم الثاني والثالث والرابع، الملاعب اللي بتلعب عليها المباريات، الامكانيات حتى الانديه الماديه وامكانياتهم اللوجستيه حاجه في منتهى الصعوبه، ده لا يفرز في النهايه كره قدم حقيقيه على فكره. يعني انا برضو يمكن بقالي فتره طويله جدا مش عندي يعني فكره ان يعني ليه مركز شباب يلعب كره حتى الدرجه الثانيه؟ يعني ايه مركز شباب ينافس في كره القدم حتى مستوى الدرجه الثانيه اللي هي قبل الممتاز على طول؟ لا مراكز الشباب ده حاجة تانية خالص وفكرة تانية خالص وموضوع تاني خالص. مراكز الشباب باعتبارها مؤسسات أقيمت في ظرف تاريخي معين، لها دور توعوي، لها دور اجتماعي، لها دور تثقيفي، لها دور رياضي وصحي، سواء في المدينة أو في القرية على فكرة. يعني أنا ما أقصدش مراكز الشباب في القرى، لا أقصد مراكز الشباب في القرى وفي المدن. هذه المؤسسات عليها دور كبير جدا في توعية الشباب بقضايا مهمة جدا للبلد وقضايا مهمة جدا للشباب نفسهم. انما انه يلعب كره قدم تنافسيه حتى الدرجه الاولى او اللي هي الدرجه الثانيه اللي بنسميها يعني الاولى اللي بعديها الممتاز، حتى الدرجه الاولى في مراكز شباب تصل الى هذه الدرجه، لا امكانيات المركز الشباب تسمح الماديه ولا اللوجستيه ولا حتى امكانيات حتى الادوات والممارسه الرياضيه ولا الملعب ولا 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 اي بنيه اساسيه تستطيع انها تدعم ده. وفي نفس الوقت احنا بنطلب ان احنا عندنا كره قدم محترفه، لا طبعا كره قدم محترفه يبقى في انديه محترفه وفي لاعبين محترفين وفي اداريين محترفين وفي مجالس امناء لهذه المؤسسات محترفه. الموضوع مختلف جدا على فكره وموضوع شائك وصعب وكبير جدا جدا. الاول لنقي المناخ العام لمن يمارس كره القدم بشكل احترافي، ده في الاساس ينقى هذا المجال تماما، ينقى تماما ويصبح يبقى عندنا مستوى اول، مستوى ثاني، مستوى ثالث، وقاعدة أساسية بقى اسمها قاعدة الهواة لكل من يريد ممارسة كرة القدم تحت مظلة الهواية، للصحة العامة وللمردود الاجتماعي يعني لسبب حتى يعني شغل أوقات الفراغ بالنسبة للشباب وإلى آخره. عندما كرة قدم محترفة
محتاجة تنقية لكل المناخ وكل الأتموسفير اللي بتمارس فيه كرة القدم في مصر. محتاجين إعادة تسمية، إعادة هيكلة لكل البنية الأساسية للملاعب الموجودة. يعني على الأقل احنا عندنا في مصر كام مدينة مثلا في 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 كل المحافظات، مدن كبيرة. كل المحافظات فيها المفروض ملاعب وفيها فيها مراكز شباب مثلا، عارف. انما احنا لو جينا عملنا مثلا زي انجلترا وعملنا في كل مدينه عندنا ملعب استاد كبير جدا يخص هذه المدينه، وهذه المدينه تمارس كره القدم مش بشكل بقى مراكز الشباب، لا، هذه المدينه لها فريق بيمارس كره القدم وهذا الفريق بيمارس كره القدم بشكل احترافي. هذه المدينة المفروض ان هذا النادي هو نادي محترف وبالتالي مجلس ادارته محترف وبالتالي له دعم تاني، يعني الموارد المالية والاستثمارية اللي بتخش لهذا النادي محترفة ومختلفة تماما، وبالتالي بتلاقي الموضوع اختلف جدا. لان هتلاقي مثلا في مدينة الزقازيق هتلاقي فيها نادي الشرقية مثلا، مش نادي الشرقية بتاعنا، لا ده نادي محافظة الشرقية. نادي محافظة الشرقية ده المفروض ان هو نادي، مش نادي بقى يخص المحافظة ويخص مدير الشباب والرياضة، لا ده هو نادي يعني مسؤول عنه مجموعة من رجال الأعمال اللي أساسا يعني بيدعموا هذا النادي بشكل أو بآخر، وهم اللي بينتخبوا مجلس الإدارة وهم اللي بينتخبوا رئيس النادي لفترة، وهم اللي بيجيبوا مدربين وهم اللي بيشتغلوا وبيدعموا وبيستثمروا فلوسهم بشكل حقيقي. يعني ما أقصدش إن الدولة تعمل في كل، لا، مجموعة رجال الأعمال الموجودين في كل المحافظات تبنوا هذه الفكرة، تبنوا تعملوا أندية محترمة في كل المحافظات، اعملوا مجالس امناء ليها، تدفعوا فلوس وهتستثمروها وتكسبوا على فكره نفسه في كره القدم بشكل حقيقي، وفي نفس الوقت انتوا فلوسكم ما ضاعتش لانكم هتكسبوا بعد كده فلوس كتير قوي، لان الصرف على كره القدم بيجيب فلوس كتير، بس يكون موجه هذا الصرف في بشكل صحيح، مساره الصحيح وفي اتجاهه الصحيح. طيب الدوري الممتاز، حضرتك اتكلمت على القسم الثاني والثالث والرابع متعلق بالبنيه التحتيه والبنيه الاساسيه، وده عكس الدوري الممتاز. الدوري الممتاز بيتلعب على ملاعب كبيره وملاعب معروفه وملاعب حتى بيتلعب عليها مسابقات افريقيه واستضافت قبل كده بطولات كبيره وبطولات دوليه. الدوري الممتاز مختلف، ممكن يكون الاجواء متعلقه بالكره المصريه بشكل عام، لكن المشاكل اللي بيواجهها الدوري الممتاز، يعني حضرتك مراقب في المباريات، بتنزل في المباريات كمراقب بالظبط، ايه الازمات اللي موجوده في الدوري؟ ايه دور المراقبين او ايه دور لجان المسابقات؟ يعني حضرتك اللي بتكتب تقارير بترفعه لجنه المسابقات بالظبط، دورك ودور لجنه المسابقات ودور الاتحاد او دور اللجنه المؤقته عشان المسابقه تبقى منتظمه، عشان المشاكل اللي ممكن تواجهها ازاي يتم تفاديها ووضع حلول ليها، لان مش عايزين عشوائيه تاني. والدور ده بيجي بدايه من المراقب، الحكام، لجنه المسابقات، لجنه الحكام، اللجنه اللي بتدير الاتحاد. أنا معاك، أولا دور لجنة المسابقات دور مهم جدا، وبتجتهد فعلا لجنة المسابقات إنها تعمل مسابقة منتظمة، وبتكلف بعض الناس المختصين يعني أو المتخصصين للتنسيق لمنسق المباراة أو مراقب المباراة، ولجنة الحكام بتجتهد في إنها تعين الحكام المنسجين لكل مباراة، الملعب ومدى مناسبته لإقامة المباراة وبحسب طبيعة الفريقين اللي بيلعبوا والملعب ده بتاع سين أو بتاع صاد، كل ده بيبقى مخطط ليه سلفا وده موجود فعلا. انما انا عايز اقول حاجه، ان احنا يعني شويه شويه عندنا يعني انا مثلا ساعات ببقى في مباراه مع كل قرار للحكم هناك اعتراض من جهاز فني، مع كل قرار، كل قرار سواء له او عليه تلاقي في اعتراض، لو له يسكت، لو عليه بيعترض، نفس الكلام الجهاز الثاني. طول ال 90 دقيقه هناك اعتراضات متبادله على قرارات الحكام، وده مش عايز اقول انه يعني شويه بيقلل من جمال ومن روعه ومن متعه كره القدم. كره القدم نشاط موجود لامتاع الناس، نشاط موجود عشان الناس تستمتع بالمشاهده واللعيب يستمتع بالاداء، وفي نفس الوقت الدوله تستفيد بحاجات كتيره جدا من الناحيه حتى الماديه ومن ناحيه مساهمه كره القدم في الاقتصاد الوطني اصلا. انما عشان كره القدم تبقى مجال للحقد والكراهيه والبعض الامور ده مش مطلوب خالص. فعشان كده عايز اقول لك ان بتبقى في احتكاكات، قالوا المراقب عليه دور كبير طبعا في انه يهدي هذه الاجواء، عليه دور كبير في انه يخرج بالمباراه بشكل كويس، عليه دور كبير في ان الفريقين يلتزموا بنظام المباراه وبتقاليدها الاساسيه، انهم يصطفوا، الفريق المضيف يسلم على الفريق الضيف، وقبل كده السلام الوطني بيعزف، وفي نفس الوقت الشكل العام للمباراه بيبقى شكله كويس. الخروج عن النص بيسجل طبعا في كل التقارير اللي موجوده دلوقتي. الاتحاد من فضل مش من دلوقتي على فكره، من قبل كده عامل سيستم، انت دلوقتي انا من على الموبايل ببعت التقرير على الـ على الـ على, الـ على الايميل، على السيستم بتاع الاتحاد، على النظام الالكتروني اللي في لينك بالنظام الالكتروني بتبعت عليه طبعا. فانا على طول بفتح الصفحه بتاعتي وببعت التقرير كاملا على اللينك بتاع على
الموقع بتاع الاتحاد. طيب لغايه دلوقتي اتلعب حوالي 5 أسابيع من الدوري، كنت موجود في مراقب اي من المباريات او في مباراه كنت موجود فيها؟ كنت موجود الزمالك والمقاولين اللي فات على طول. بس من خلال 5 أسابيع؟ لا، ما هي بتبقى يعني الدور، يعني ما بتبقاش هي بتبقى، انا كنت مكلف بمراقبه الاهلي والزمالك قبلها، مباراه القمه اللي اتاجلت. عرفت امتى؟ لا، عرفت قبل، اول ما تحددت المباراه قبلها باسبوع كده كلمني حد من لجنه المسابقات وقال لي انت مكلف بمراقبه الاهلي والزمالك، بس لسه ما تحددش الملعب. ما تحددش الملعب؟ كان سؤال لسه ما تحددش الملعب. بعدين الجدول موجود في استاد القاهره. ما هو ده اللي كان قال لي، يعني اللي وصلني يعني لسه ما تحددش الملعب. وبعد كده قالوا لي احتمال تكون في برج العرب، فعلى اساس بعد كده قالوا لي المباراه اتلغت، ثم انا عارف المباراه اتلغت بس. فكلفت بالاهلي بالزمالك والمقاولين. طب قالوا لك امتى ممكن تكون المباراه في برج العرب؟ يمكن قبل المباراه، قبل الازمه كده ما تحصل بثلاث ايام حاجه كده. يعني قبل المباراه في 7 أيام قالوا لك انت هتبقى مراقب مباراه الاهلي والزمالك. طبعا. وقبلها ب 72 ساعه انت هتبقى مراقب المباراه، بس ممكن تكون في برج العرب. ممكن تكون في برج العرب بالظبط. بالظبط. انا بس بحاول اعرف ايه اللي حصل في الساعات الاخيره، لان لغايه اللحظه دي لا، بصرف النظر ده موضوع يعني شويه شائك، وموضوع في متغيرات كتير قوي مش احنا في مجال الخوض فيها يعني. طيب اللوائح بقى يا دكتور ياسر، هل اللوائح بتساعد المراقب في كتابه تقريره، ولا اللوائح السنه دي لسه مش معروفه للجميع ففي ضبابيه في المشهد؟ لا، هو لا في لا طبعا، لجنه المسابقات عندها لوائح لكل الدرجات على فكره، من الدوري الممتاز حتى الاسم الرابع. تمام. وهي المفروض انها بتختار الانديه وبتختار المناطق، والمناطق بتختار الانديه. لازم تختار الانديه. بتختار المناطق، والمناطق بتختار الانديه اللي تبعها. عارف، وكل نادي طبعا بيروح الاتحاد بيستلم لائحه، لائحه المسابقات عشان يلتزم بيها. فطبعا لا، في لوائح طبعا، مفيش مسابقه بدون لوائح. لا، في لوائح، ولوائح على فكره ملزمه وبتطبق بشكل كويس. وبشكل، ومخالفه اللوائح لها عقوبات، مرادف ليها عقوبات. اكيد بيبقى ليها عقوبات. طبعا. طبعا. ففي طبعا في 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 لوائح، وعلى مستوى الدوريات اللي بدات، سواء الدوري الممتاز او الدرجه الثانيه او الدرجه الثالثه، حتى لو اللائحه مثلا بتاع الاسم الثالث لسه ما وصلتش، فانت ملتزم باللائحه بتاع الاسم الثالث السنه اللي فاتت، لان فيها نفس العقوبات ونفس البتاع، على ما بتيجي اللائحه الجديده وبتلتزم بيها، لان ما بتختلفش كتير يعني. الا في موضوع الصعود والهبوط وبتاع وكده، العدد وعدد الفرق والكلام ده. بالظبط. طيب عايز اعرف بقى الدور او الفكره، الجزء الاكاديمي في الرياضه وفي الكوره تحديدا، لانك حضرتك كنت عميد كليه التربيه الرياضيه. بالظبط. فده جزء اكاديمي مهم جدا، وعلى المستوى العملي نزلت الملاعب واشتغلت كمراقب او حتى محاضرات تدريبيه او دورات تدريبيه او كمحاضر في الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي. بالظبط. ايه الدور الاكاديمي مع الدور العملي في الكوره؟ لا، انا عايز اقول لحضرتك، الكوره والرياضه بشكل عام موضوع يعني ما هوش بعيد ابدا عن نظريات العلم المتعارف عليها في كل العلوم الانسانيه وفي كل العلوم الساينس، العلوم اللي لها بعد علمي وبعد، لأن الرياضة هي مجال بيستمد تطوره من علاقته بهذه العلوم. يعني هتقول الكيمياء لها علاقة بالرياضة، أقول لك لها علاقة كبيرة بالرياضة. تقول الفيزياء لها علاقة بالرياضة، أقول لك لها علاقة كبيرة في الرياضة. طب علم النفس له علاقة بالرياضة، أقول لك طبعا له علاقة كبيرة بالرياضة. طب التشريح له علاقة بالرياضة، له علاقة بالرياضة. الميكانيكا، لها علاقة بالرياضة، لها علاقة يعني وطيدة بالرياضة. فأنا عايز أقول إن إحنا عندنا مشكلة، ان احنا بنعتبر الرياضه حتى هذه اللحظه في قطاع كبير جدا في الشعب المصري بنعتبرها لعب، ولهو، مش صناعه. يعني بنعتبرها مجرد شغل اوقات فراغ وحاجات كده. بس دلوقتي لا، الرياضه بقت رافد اساسي من روافد الاقتصاد الوطني في اي دوله في العالم. كره القدم بالذات بقت يعني حاجه كده ايه، مضخه بتضخ فلوس في اقتصاد الدول بشكل بشع، يعني. لما تيجي تشوف رونالدو مثلا راح اليوفنتوس من ريال مدريد، يعني كسب من وراء اليوفنتوس 45 مليون يورو من وراء انتقاله، بس رغم ان دفع فيه فلوس كتير جدا عوضها وكسب 45 مليون يورو في بند واحد، في تسويق تيشيرته بس مثلا، فاحنا عندنا يعني في افكار كتير قوي غايبه عننا، بنتعامل معاها بسطحيه جديده جدا. خلينا نرجع لموضوع علميه بقى الرياضه وعلاقتها بكره القدم يعني. وبرضه على فكره الاستثمار ما هو شكل من اشكال العلم في الرياضه، شكل من اشكال المعرفه في الرياضه. لما نيجي نشوف الـ على اي اساس المدربين بيبقى معاه المجموعه بتاعته، على الاقل حتى الولد الصغيرين، الولد الصغير ده اللي هو في مرحله النشء يعني، المدرب بيطلب منه بعض الاداءات يعني البدنيه والمهاريه والخططيه وحاجات كده، وبيعلمه وبيكرره ويصلح له اخطائه. العمليه دي في حد ذاتها هي عمليه
مقصود بيها تعديل سلوك الولد من حاجة هو ما بيعرفهاش ما بيعرفش يعملها لحاجة هو بيعرف يعملها. فهي عملية تعليم وتعلم بالأساس. يعني موضوع المدرب ومعاه أولاد ناشئين صغيرين مواليد أيا كان مواليد 2005 2007 2010 هو بيعلمه. هذا التعليم هو عملية تربوية بالأساس، لان فيها حد بيعلم وحد بيتعلم وفي فيدباك وفي تغذيه مرتده وفي الولد بيفكر وبيفهم وبيسترجع وبيأدي وهكذا. كل ده بيدينا ان اللي بيشتغل لازم يكون عارف ان في بعد عقلي في موضوع التدريب الرياضي عند الولد وعند المدرب. هو مش الموضوع اداء بدني وخلاص، اداء مهاري وخلاص، اداء خططي وخلاص. طب هات لي مدرب في مصر بيعلم الولد كيف يفكر في موقف لعب معين. ازاي يفكر يعني؟ جات له الكوره استلم هيعمل ايه؟ لازم هيفكر. في حاجه اسمها التفكير المسبق، ان الولد بيتعود في مواقف اللعب المتكرره والدائمه الحدوث في الملعب ان كل ما حصل الموقف الفلاني انا بتصرف التصرف الفلاني. دي كلها عمليات عقليه على فكره. وبالتالي احنا برضه ما بنركزش على البعد العقلي في عمليه تعليم وتعلم الاولاد المهارات الاساسيه الاولاد الصغيرين. لما نيجي نشوف الجهد، حجم الجهد البدني اللي بيبذل واللي بيعمله المدربين مع الاولاد الصغيرين هتلاقيه بيفوق جدا حدود استيعاب الولد من الناحيه البيولوجيه ومن الناحيه العمريه. ولد عنده 8 سنين المفروض انا بصيغ الوحده التدريبيه بشكل يحتمل الولد اللي عنده 8 سنين. يعني ما بقاش لود عليه عالي، ما بقاش فيه تأثير كبير على عضلاته وعلى مفاصله، ما بقاش فيه صعوبة في انه يفهم المطلوب يأديه خططيا. يعني كل ما يقدم للولد في مراحل عمرية صغيرة لازم يكون يناسب عمره ويناسب سنه ويناسب حالته العقلية ومستوى نضجها، وبالتالي هيفهم وهيأدي بشكل جيد. ده بالنسبة لعلاقة مراحل النمو بما يقدم من إجراءات تدريبية في كرة القدم عند الولاد الصغيرين. في عندنا مثلا في مصر عندنا معامل مثلا في الأندية وحتى على مستوى الأهلي والزمالك بناخد الولاد ندخله معمل ونعمل له قياسات المستوى مثلا الكفاءة البدنية بشكل صحيح، ونشوف مثلا الدفع القلبي شكله كام، كميه الاكسجين الموجوده في الملي في السنتيمتر المربع بتاع قرحه البرايم والقطاع الناشئين. انا بتكلم على ده. هل عندنا معامل بندخل اولاد نسله الكفاءه البدنيه بتاعته والكفاءه الفسيولوجيه بتاعته بشكل حقيقي عشان بعد كده احط برامج تدريب تناسب المستوى الفسيولوجي والمستوى مستوى احتماله فسيولوجيا مثلا؟ هل عندنا يعني بعض الكوادر اللي تقدر تدخل ولاد المعمل وتعمل له قياسات؟ هل عندنا مثلا معامل للتحليل الحركي؟ جهاز واحد صغير مزود مجموعه من الكاميرات، الولد ادى اداء معين في الملعب، الاداء ده لو الزاويه بتاعت رجله هو بيشوط ما كانتش 46 سم ده كانت 45 تعتقد درجه ولا 45 درجه موجود؟ ها؟ تعتقد لا مش موجود؟ لا مش موجود طبعا. يعني انا عايز اقول لك ايه، التحليل الحركي حتى الولد ادى اداء بارع جدا بس هو لم يسفر في النهايه عن تسجيل هدف مثلا لان الزاويه كانت منفرجه شويه، المفروض كان بيشوط والزاويه حاده شويه. عندي اجهزه التحليل الحركي فبقيس انا بقيس انا المقدار الزاويه المناسبه في الموقف ده عشان تطلع الكوره بالدقه دي وهكذا. احنا هل عندنا حد دلوقتي في الانديه ومراكز الشباب، لا سيبك مراكز الشباب خالص، على الانديه في الانديه حتى على مستوى الدرجه الممتازه يعني الدوري الممتاز الفيست اللي بتلبس اللي فيه كل اللي بيقيس كل المتغيرات الفسيولوجيه اثناء انا بشوف معظم يمكن بعض الانديه جابته بيراميدز وغيره في الاهلي وغيره وهكذا. انما في مين التقني اللي هيترجم هذه البيانات الى نتائج وهيدي ريبورت هيدي تقرير للمدير الفني والجهاز الفني ان فلان عنده نواقص في كذا وكذا وكذا وكذا، فلان ده محتاج ننمي عنده التحمل العام لانه على فكره بيتعب بسرعه جدا ومؤشرات التعب عنده واضحه وظاهره، فمحتاج انمي صفه التحمل العام اللي هو التحمل او التحمل الدوري التنفسي ان الولد يقعد يستمر في العمل والاداء والجري في الملعب دون الشعور بالتعب وهكذا. ما عندناش يعني المفروض يبقى عندنا فنيين في ده، وكل انديه العالم كده على فكره، وكل لعيبه الكوره اللي في اوروبا وفي امريكا اللاتينيه وفي اسيا كلهم دلوقتي قدراتهم البدنيه وقدراتهم الفسيولوجيه وقدراتهم العقليه المرتبطه بمستوى سنهم ومستوى طولهم ووزنهم كل ده مرايه كامله موجوده موجوده. احنا يعني لما بنشتري لعيب من اي حته، اي نادي بيشتري لعيب من اي حته، ممكن فجاه تلاقيه بيلعب اول ماتشين ويبقى مصاب. طب انت عملت قياسات لا اجراءات طبيه حقيقيه عشان تتاكد من سلامته البدنيه والصحيه وهكذا يعني.
يعني في دلوقتي الامور بقى فيها وعي اكتر، وقت الانديه تلجا لده اكتر، بس قبل كده ما كانش فيه ده خالص خالص. بتشيل لعيب على انه بس كان مهاري شويه وبيرقص حلو فخدته، وفي الاخر بوصل ايه بقى خلاص اتصاب وقعد. فانا عايز اقول لك ان لا الكوره دلوقتي كل المدربين في كل الدنيا لو ما عندوش بعد فلسفي ورؤيه ما بيبقاش ناجح. بص كل مدربين اوروبا بص لهم كلهم، مش شرط يكون خريج جامعه على فكره، ومش شرط يكون يعني خريج اوكسفورد ولا خريج، لا لا خالص، ده بس عندهم فهم لمعطيات تدريب لاعبي كره القدم بشكل فلسفي وبشكل مختلف. وعلى فكره مش هو لوحده اللي بيشتغل معاه، جهاز مكون من 20 30 واحد، ده اخصائي نفسي، ده اخصائي تحليل حركي، ده اخصائي فيسيولوجيا، ده اخصائي تشريح، ده اخصائي كذا، ده اخصائي ادوات وملابس، ده اخصائي مش عارف ايه، ده اخصائي حتى المشكلات اللحظيه اللي بتنشا 30 في بيصل بعض الانديه ل 32 و35 كمان واحد. المدير الفني هو الواجهه، هو الواجهه، هو معاه يمكن حد قريب اللي بيساعد او بتاع اللي بيتشاور بعض وبيتكلموا، انما كل دول دواعم، كل دول عمل بيدي زخم. انا فاكر التصريح قبل كده لارسن فينجر المدير الفني لارسنال سابقا، قال الجهاز الفني ده احنا بنعتبره شركه. بالظبط، شركه بمعنى ان الهيد كوتش ده المدير الفني هو المسؤول عن الشركه، لكن الشركه دي شامله بقى كل الاختصاصات اللي بتشتغل مع المدير الفني، ما بين مساعد، ما بين سكاوتنج، ما بين جهاز طبي، ما بين جهاز اداري، جهاز معاون، جهاز طبي، جهاز تغذيه، كل المدرب حراس، كل دول شغالين. وحتى السكاوتنج لوحده ممكن يكونوا 10، صحيح 10 اشخاص، فدول كلهم يعتبروا شركه، والمسؤول عن الشركه دي هو المدير الفني. بالظبط، والنادي لما بيتعاقد ما بيتعاقدش مع مدير فني، بيتعاقد مع هذه الشركه. صحيح صحيح، فالناس في اوروبا وصفتها بالشكل ده. طبعا طبعا، وعشان كده احنا حتى لو تلاحظ عندنا بدا في السنوات الاخيره يبقى عندنا محلل اداء ما كانش عندنا قبل كده، بقى عندنا مش عارف مخطط احمال ما كانش عندنا قبل كده، بقى عندنا معد بدني وعلى فكره تغذيه، بقى عندنا حد اخصائي تغذيه ما كانش عندنا قبل كده، وهكذا يعني. بس الحاجات دي بدات عندنا متاخر، وفي نفس الوقت بدأنا احنا شويه مش بعمق ومش بفهمها العلم الحقيقي خالص. احنا بادئينها كمسميات، انما لو جيت قلت لي مثلا الراجل اللي قاعد بيحلل الاداء، المفروض مثلا عندك الفرقه بتاعتك وعندك باك يمين وباك شمال وعندك مساكين وعندك لعيبه خط وسط وعندك فراوده وعندك مهاجمين، عندك الباك يمين طالع راجع وعمل مجهود كبير قوي، طالع راجع طالع راجع، المفروض انت بتحسب له هو عمل يعني قطع كم كيلو متر في المباراه، تحمل السرعه اللي بيعمله على طول ده على الخط، ده تحمل السرعه، ده صفه بدنيه على فكره، عملها عمل كام كيلو في الاخر، وعملها بكم مره، وبتطلب من المدرب في الوحده في التمرين بكره انه يبعده عن السرعات القصيره والتردديه دي لانه بذلها امبارح كتير قوي، وبالتالي مجموعه العضلات اللي اشتغلت في الاداء ده مجهده جدا، وبالتالي اعمل له حاجه عكس ده خالص. وهنا الموضوع الـ يعني صياغه الوحدات التدريبيه بشكل يناسب كل، يعني انت عندك خلاص المحللين الاداء طلعوا باحصائيات كبيره جدا، خلاص انا راجل باك يمين طلعت ورجعت وطلعت ورجعت طلعت ورجعت، وبالتالي انا تحمل السرعه ده خلاص بكره انا مش هاخد تحمل سرعه خالص، انا هاخد حاجه ثانيه خالص، هاخد حاجه ثانيه خالص، اخد حاجات بقى الاسترتشات واطالات ومرونه ومش عارف ايه وبتاع وكده عارف، انما ابعد عن ده. لا عندك سنتر فيرود مثلا كان لعيب المهاجم بتاعك يطلع كل بعد كل كورنر ويطلع وينزل ويطلع وينزل ويطلع وينزل، وبالتالي برضه القوه المزه بسرعه اللي هو الصعود ده انت بذلت فيه مجهود كبير جدا، ما جيش بكره في التمرين برضه خليك تطلع وتنزل، ما ينفعش. هنا دور محلل الاداء انه بيصيغ او بيدي كونكلوجن للجهاز اللي الهيد كوتش بيديله، بيقول له فلان بيستبعد منه كذا وفلان بيستبعد منه كذا وفلان بيستبعد في الصفات البدنيه على فكره، عارف الصفات البدنيه يعني في اللياقه البدنيه، ابعدوا عن التحمل السرعه، ابعد ده عن قفز بسرعه، ابعد ده عن كذا، وبالتالي يبقى كل واحد له فرديات معينه هو بعد عنها. ده جزء من رساله الدكتوراه حضرتك عملتها في طرق تدريب الناشئين في جامعه موسكو؟ ده تقريبا مش جزء، بس هي فكره من رساله الدكتوراه، هي فكره. هو انا كنت شغال في موسكو على، انا كنت شغال على فكره على الناشئين بتوع نادي سبارتاك موسكو. تمام. دول كانوا عينه البحث بتاعي، الناشئين اللي في نادي سبارتاك موسكو. وكان طبعا امكانيات النادي ضخمه جدا، وعدد الناشئين كتير جدا، والمراحل العمريه مختلفه جدا. انا كنت بعمل التطور، تطور المستوى القوه المميزه بالسرعه كصفه بدنيه اللي انا بتكلم عنها دي. تمام. ان اللعيب بيسيب الارض ويطلع اعلى مسافه لفوق، او بيسيب الارض ويروح اطول مسافه لقدام، او بيسيب الارض ويروح اعلى اطول مسافه للجنب اليمين، او بيسيب الارض ويروح اطول مسافه للجنب الشمال او للخلف،
دي القوه مميزه بالسرعه، على فكره دي ملح الطعام في اللياقه البدنيه، القوه المميزه بالسرعه. ومفيش نشاط رياضي يستغني عن القوه المميزه بالسرعه ابدا. تمام. انا بس عايز اسالك سؤال، لو انا جبت اي، باحترامي كل الناس على فكره، كل الناس، سؤال سهل الاول ولا صعب؟ لا 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 لا، ده انا مجرد بس في سياق الكلام يعني. تمام. اقول لك باحترامي كل الناس وكل من يعمل في مجال التدريب الرياضي، انا يعني نفسي كل اللي من يعمل في هذا المجال يفهم معنى وفكره ان الفوز في الرياضه وفي كره القدم تحديدا دائما يبقى للاقوى والاعلى والاسرع. ده مثلث الانجاز. انت عايز تقول ان دي نظريه؟ اه طبعا، ده مثلث الانجاز في الرياضه. وفي الكره تحديدا. القوه المميزه بالسرعه هي الاقوى وهي الاعلى وهي الاسرع. اذا هي ملح الطعام بالنسبه للانجاز في كره القدم. انا نفسي يعني المدربين، في دورات طبعا بتعمل صقل ليهم وكل حاجه، ومعظمهم حتى الشباب منهم دلوقتي بقى يحضر، واللجنه الفنيه بذل مجهود كبير بصراحه، والدكتور محمود سعد عامل مجهود كبير، بس انا نفسي هم بالاضافه للدورات اللي بيعملها الاتحاد الافريقي مع الاتحاد المصري اللي هي الرخصه الدوليه السي والبي والايه، طبعا الفتره الزمنيه بتقضيش انه ياخد كل معطيات التدريب الرياضي والباك جراوند بتاعها والخلفيات العلميه ليها. لا، هم المفروض يقروا اكتر، حتى اذا كان حد فيهم مش تربيه رياضيه فيتثقف برضه في 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 يقرا كتب التدريب الرياضي، يقرا كتب علم النفس الرياضي، يقرا كتب التشريح الوصفي الوظيفي للرياضيين، يقرا في الميكانيكا الحيويه للرياضيين وهكذا، لان هتديله فكره كبيره جدا عن استخدامات هذه النظريات في تطوير مستوى اللاعبين. لما يجي مثلا يعمل اختبار، عايز يشوف مثلا الاولاد مين اللي بيطلع اعلى مسافه لفوق، المفروض ان هو بيعرف في اختبار بيقيس ده، على الاقل يبقى معاه مساعدين شغالين يقولوا لهم حددوا لي مستوى الصعود لفوق عند كل ولاد، عشان انا دلوقتي الكور اللي في الهواء دي كلها عايز تبقى بتاعتي. عايز استحوذ عليها. ده بقول لك 40% او دلوقتي كان يمكن قلت شويه نسبه بتحاول 30% من عدد التمريرات في المباريات، وخصوصا في الدوري بتاعنا بتبقى كرات في الهواء. طب انا عايز استحوذ على الكرات اللي في الهواء، اذا لازم عندي قوه بذل بسرعه مختلفه. تمام. عايز عندي الولد يعمل تكف وارتقاء لاعلى بشكل احسن. فنفس المدربين شويه يهتموا بعناصر اللياقه البدنيه ويفهموها فهم حقيقي، ويحطوا تدريبات بدنيه معينه ومقننه وموجهه لتطوير الصفات البدنيه دي. عارف، والصفات البدنيه طبعا بتشكل في الاخر منظومه اللياقه البدنيه. منظومه اللياقه البدنيه دي هي اللي بتحسم نتائج المباريات على فكره، مش المهاريين على فكره، الاقوى هو اللي بيحسم على فكره. الاقوى في الكوره هو اللي بيحسم، مش المهاري. الاسرع هو اللي هيحسم، مش المهاري. الاعلى هو اللي هيحسم، مش المهاري. انت مهاري جدا بس الكوره مشتركه بيني وبينك، وهي فوق مثلا ارتفاع 2 متر وانا طلعت وحطيت وانت طلعت لحد كتفي، مين اللي فاهم؟ وانت مهاري جدا عني. اذا الصفه البدنيه هي اللي حسمت. فالصفات البدنيه وكل اوروبا دلوقتي اهتمت بالصفات البدنيه. هي نظريات في الكوره، هي نظريات في الكوره. وهي نظريات في الرياضه وفي كل الانشطه، مش في الكوره بس على فكره. تمام. وفي كل الانشطه يعني. طيب ارجع بقى لجزئيه الدوري ومنطقه الشرقيه والمراقب ودور المراقب. الفتره الجايه في توقف للدوري. هل بيبقى في محاضرات للمراقبين؟ هل بتطلعوا على لوائح وبتشوفوا الجديد؟ هل بيبقى في حلقه وصل ما بين المراقب مع المنطقه ولا مع الاتحاد؟ كيفيه العمل في هذا الشان؟ لان على فكره الجزئيه دي من الجزئيات الخطيره جدا لانتظام شكل اي مسابقه. لا، هو لجنه المسابقات طبعا بتعمل اجتماع بالمراقبين، وكنا في اجتماع قريب على فكره. يعني وكان برضه قبل كده مع الكابتن الحاج عامر برضه كان بيبقى في اجتماعات دوريه. طبعا اجتماعات دوريه. مش اجتماع يعني في بدايه الموسم وبس. لا لا لا، اجتماعات دوريه يعني مرتين في كل في كل دور. تمام. من ادوار الدوري يعني. يعني في الدور الاول في اجتماعين، الدور الثاني في اجتماعين. لان لو في مثلا بعض الامور اللي استجدت خاصة بقانون اللعبه، ساعات الاتحاد الدولي كان بيغير بعض الامور، فبيديك برضه فكره على ان الامور التعديلات بيها. طبعا التعديلات الجديده. وفي نفس الوقت برضه بيبقى في يعني تاكيد على دور المراقب، لان هو ترمومتر نجاح المباراه. هو اللي بيتعامل مع الامن بشكل مباشر، هو بيتعامل مع المنسق الامني بشكل مباشر، هو بيتعامل حتى مع كل القيادات اللي موجوده، بيتعامل مع الفريق اداره الاستاد اللي فيه المباراه بشكل مباشر، هو بيتعامل مع الاعلام بشكل مباشر، وبالتالي لازم يكون على درايه بكل حاجه لها علاقه باخراج المباراه بشكل جيد. فكل ده بيبقى موضوع فيه بعض التوعيه وفي بعض الارشادات وفي بعض كذا. يمكن مع اللجنه الجديده والاخ حسام الزناتي عمل اجتماع برضه، كان اجتماع كويس،
وجاب حد من الاتحاد الافريقي تقريبا برضه شاب مصري كده كويس اتكلم برضه فيه على بعض الامور الخاصه بالمناسخ عن المباراه وبمراقب المباراه. زي ايه مثلا؟ يعني ايه الادوار اللي بتتكلفوا بيها او بيبقى فيها ارشادات ليه؟ الاول طبعا المفروض ان انت بتروح قبل المباراه بفتره، ممكن تروح قبل المباراه بيوم على فكره، يعني مثلا انا مكلف بمباراه في كيرز سبورت المفروض اروح مثلا، انا مكلف الاثنين الماتش يوم الاحد مثلا اروح يوم السبت. تعاين المكان. تعاين الملعب. وعاين غرف خلع الملابس. وعاين غرفه المراقب، وعاين غرفه المطور الصحفي. واشوف مين اللي هيبقى مسؤول على استقبال الضيوف، واشوف مين باب المقصوره مؤمن بشكل كويس والضيوف الموجودين هيبقوا ازاي. اشوف ارض الملعب صالحه ولا كل ملعب تجهيزات المؤتمر الصحفي هتبقى موجوده لا. كل الامور دي المفروض ده دور المنسق او المراقب يعني. لان احنا برضه عندنا احيانا الوضع يكون يعني شويه مش يعني ما هو ما بيستدعيش انك تروح قبلها بيوم، فانت بتروح قبل المباراه بساعتين او بثلاثه. تمام. تروح قبل المباراه بساعتين او بثلاثه تتاكد من كل هذه الاجراءات، وتتاكد من سلامه كل هذه الاجراءات، تتاكد من كل حاجه سواء يعني حتى لو مباراه منقوله تلفزيونيا بتاكد مين القنوات اللي هتنقل، بتاكد من الصحفيين مين اللي معاك كارنيه ومين اللي معهوش، عارف، ومين اللي من حقه موجود في الملعب واللي مش من حقه موجود. حاجات كتير بتبقى بتلعب دور كبير قوي. المراقب لها دور. بس هل في ادوار تانية المفروض بيكون في اشخاص تانية موجودين مع المراقب في المباراه؟ يعني دايما بلاحظ في الدوري المصري المراقب وبس، قليل جدا لما بلاقي ان في منسق امني. لا فيه بس في المباريات الكبيره وبيبقى موجود بس هو، وفي مراقب حكام على فكره، مراقب الحكام بيبقى موجود في الملعب في المدرج، موجود في المدرج، موجود في المدرج بس بيقيم الحكم. والمنسق الامني برضه موجود، في كل المباريات 90% غالبا كل المباريات اللي انا راقبتها كان فيها منسق امني. كان فيها منسق امني بعيدا عن الاهلي والزمالك، ده اللي اقصده. طبعا. يعني مثلا انبي ودجله بيبقى فيها منسق امني؟ يعني لان اصل الماتشات اللي برضه حتى لو بدون جمهور، بس الفرقتين اللي ليهم خلفيه جماهيريه كبيره. وحتى لو الموجودين في المقصوره مش عدد كبير، بس البطوله احترافيه، ده بيستدعي وجود منسق امني طبعا. انا 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 لا ما اقدرش اجزم لان ما راقبتش مثلا دجله والداخليه مثلا وكان في منسق امني ولا لا. طب كنت معظم المباريات اللي حركت ايه؟ يعني معظم المباريات اللي خدتها؟ يعني خدت ماتشات كتير، الاهلي والزمالك وانبي والاسماعيلي والمصري والمقاولين، لا خدت ماتشات كتير طبعا. طب على مدار المواسم اللي فاتت. بالظبط كده. بالظبط. طب مباراه زي الاهلي والزمالك لما بتشتغلها كمراقب للمباراه، الاطار العمل اللي بتشتغل فيه والناس المعاونه او الناس اللي بتشتغل معاك؟ لا هو احيانا بيتعين للاهلي والزمالك اتنين مراقبين مش واحد بس. مش واحد بس. وده بيبقى مطلوب. انا راقبت الاهلي والزمالك اللي كان نهائي كاس مصر اللي الزمالك كسبه. تمام. من حوالي 3 سنين. تقريبا. الزمالك كسب برج العرب. ورياضه الاهلي والزمالك بتاع الدوري السنه اللي فاتت واللي الاهلي كسب. فلا هو برضه متخصص بقى مباريات قمه. لا بالصدفه يعني. لا بالصدفه. بالصدفه. انما هو يعني هو عبء مباراه الاهلي والزمالك عبء طبعا، هو على المراقب عبء كبير جدا على فكره. طب لو اثنين مراقبين التنسيق بيبقى ازاي؟ هل كل واحد مختص في فرقه معينه بيكتب فيها تقرير ولا الوضع بيبقى؟ لا بنتفق على السياق العام. وفي نفس الوقت كل واحد بيدون ملاحظاته، وبنتفق بقى مين الاشطر في التكنولوجيا هو اللي يدخل التقرير وهكذا يعني. انما او ممكن احنا الاثنين كل واحد يدخل التقرير بطريقته يعني في صفحته يعني. انا المشتركات واحده يعني، له صياغه واحده لان هو له صفحه وانا ليا صفحه. تمام. وبالتالي عادي هو كل واحد بيخش بيدخل تقرير. انما انا عايز اقول لك هو مش بس ماتشات الاهلي والزمالك على فكره، ماتشات انا مره راقبت الاهلي والزمالك والمصري في برج العرب، وكان يميها برضو الدنيا متوتره جدا، وكان تقريبا وحصلت برضو مشكله في المباراه وحصلت مشاكل. هنا الدور العبقري للمراقب، انك مش هتخش تفض خناقه بس على الاقل بترصدها رصد حقيقي وموضوعي عشان كل مخطئ ياخد جزاء. طبعا ترصدها رصد حقيقي وموضوعي. احيانا قرار حكم او تقرير حكم بيجي عكس تقرير مراقب؟ احيانا، لان هو الحكم بيبقى جوه الملعب، ممكن مثلا لعيب شتمه وهو طرده. طب هو شتمه وطرده انت ما اعرفش قال له ايه هو اصلا. هو بيكتب هو قال له ايه على فكره. المراقب بيكتب هو اللاعب، قصدي الحكم بيكتب. بيكتب اللاعب قال له ايه؟ اللاعب قال له ايه طبعا. تمام. انا طردته لكذا. تمام. فانا بيبقى عندي في التقرير طرد، سبب الطرد سلوك غير رياضي، سبب الطرد انذار تاني، خلاص خد انذارين في الماتش وخرج، سبب الطرد مش عارف بصق على زميله ايا كان. فانما تلجا انت الحكم
عشان تعرف هو اتطرد ليه. عشان تحطها جوه التقرير في الخانه اللي بتسال الحكم. تساله طبعا. بس فهو وممكن الحكم بيكتب بعض الامور يقول لك مثلا ايه فلان شد فلان من كذا وفلان عمل كذا، حاجات انت ما شفتهاش هو شايفها جوه الملعب. بس في مره حصل تضارب في واقعه معينه حكم كتب؟ لا غالبا بيبقى تقرير مراقب وتقرير الحكم منسجمين. غالبا يعني، لان انا ايام الحاج عامر كان دايما بلاحظ ان هو يقول لك بنعاني لما بيجي لنا التقارير، بالذات تقارير الحكام بتبقى عكس الاحداث اللي بيكتبها المراقب. لان الحكم ساعات بيكتب امور هو شايفها اكتر جوه الملعب. انت شايف من بره، فانت يعني خدت الموضوع بشكله الخارجي وكتبت. يعني انا مره مثلا كتبت وشفت كان الاهلي والانتاج الحربي. الاهلي والانتاج الحربي وكان لسه عماد متعب بيلعب وجاب جون، وما حصلت مشكله في اخر المباراه لو تلاحظ من سنتين ثلاثه من سنتين او ثلاثه حصل مشكله كبيره وخناقه كبيره. فانا يعني كنت قريب جدا من الواقعه، قريب جدا جدا جدا، ويمكن حتى صور نزلت على المواقع انا وكان انا بحوش يعني انا موجود في وسطهم يعني كان انا بحوش بالظبط. فالدرجه حتى الله يرحمه محمد السباعي كان هو اللي بيذيع ويقول لك يعني لو مش الدكتور ياسر عزوز موجود كانت بقت كارثه. ما معناه يعني الله يرحمه السباعي. الله يرحمه. الله يرحمه. فهو خريج تبارك الله زي بالمناسبه على فكره. يعني ف الواقعه دي انا كتبت فيها تفصيلات كثيره، وكنت متوقع مثلا اللعيب الفلاني هيعاقب واللعيب الفلاني هيعاقب عقاب اشد او اقل وهكذا. ففوجئت مثلا ايه ان لا في لعيبه عوقبت وفي اداريين عوقبوا طبعا عارف بايقاف مباريات مباريات مباريات، لا في حد كان عمل كان فعلا يستحق الايقاف ما لفش خد حاجه خالص. مش عشان حاجه، يمكن مثلا يمكن تقرير الحكم انصفه، ممكن يكون تقرير الحكم ده اللي انا اقصده. بالظبط كده بالظبط، ممكن يكون تقرير الحكم انصفه. فممكن الاسترجاع ده في لان ممكن اثناء المباراه الحكم عنده خلفيه للاحداث اللي ممكن تحصل بعد المباراه. ازاي؟ يعني مثلا الواقعه اللي حصلت بعد نهايه الماتش كان ليها سبب جوه المباراه، فالحكم عارف سببها. لا ده هو جون واعتراض عليه وبتاع ومش عارف ايه وهيصه وخناقه وجري ورا بعض وكلام يعني ايا كان. بس بيحصل ساعات. بيحصل طبعا. فهتلاقي مثلا ايه يمكن المشترك بين التقرير وبين التقرير الحكم هو اللي خد عقوبه. لو هو اللي كاتب حاجه معينه وانا ما كتبتهاش استبعدوها، لو انا كاتب حاجه وهو ما كتبهاش بيستبعدوها. ممكن ده انا ما اعرفش تفاصيل بالظبط بس ده ممكن. انا ما كان في لعيب بعينه مش عايز اقول اسمه ايه ده. يعني لازم الحكم والمراقب تقريرهم لو في شخص واحد هنا بيتخذ القرار. يعني انا بقول مثلا محمد بصق على زميله. الحكم ما كتبهاش. ما خلاص ما يتاخدش عقوبه. غالبا غالبا يعني. ولو الحكم كتب والمراقب ما كتبش برضه غالبا بالظبط. الا اذا كانت موثقه بالفيديو واتشافت بقى. خلاص دلوقتي حتى الوصول للسوشيال ميديا مش فيديوهات موثقه او الشريط الاساسي. طبعا. فدلوقتي بقت السوشيال ممكن ميديا. ممكن للحكم يكتب والمراقب يكتب على فكره ما شافهاش. بس في حد وثقها، حد صورها. ما اصل طالما ما اتصورتش اللجنه اللي بتاخد العقوبه او بتاخد القرار هنا القرار بالنسبه لها مش هيبقى اكيد، لان هي لقيت الحكم كاتب بس المراقب ما كتبش. بالزبط. او العكس. فبيبقى عندها شك او ذريعه كده ان لا مش اكيده طالما ما حدش اكد المعلومه. طبعا. حضرتك كمراقب مع فكره ان اللجنه تاخد بالسوشيال ميديا اي فيديو مرفوع على السوشيال ميديا طالما مش الشريط المباراه الاساسي؟ مع لا. الفكره دي؟ لا. ليه؟ لانها فكره غير رسميه اصلا يعني انما هو غير رسميه؟ طبعا يعني عايز اقول لك ايه انت يعني اصل هو الهدف من كره القدم زي قلت المتعه تمام وان المتعه سواء لمن يمارس كره القدم او من يشاهد كره القدم او من يدير كره القدم تمام. هو موضوع ممتع كله اكيد عارف ف اذا كان تقرير المراقب وتقرير الحكم لم يدينوا فلان بس فلان وهو طالع عمل اي حركه لا شافها المراقب ولا شافها الحكم ومصور صورها ولا شريط المباراه الاصلي جابها ايه الداعي ان انا الجا الى صوره غير رسميه خارج اطار شرعيه المباراه اصلا او فيديو طبعا واخد عليه عقوبه او اعمل عليه مشكله. فاللي انا اقصده هو الالتزام بشريط المباراه كما يصورها التلفزيون المصري او كما تصور او لان انت هتحتاج كمان ناس لان انت ما بتقدرش تقول مختصين في التقنيه يقول لك اذا كان ده صوره حقيقيه او فيديو حقيقي ولا صوت متركب ممكن فوتوشوب مثلا فانت بتلجا الى المصدر الرسمي للمباراه وهو تصوير التلفزيون المصري بس ده راي شخصي يعني. انما المصورين ممكن فيهم ناس مبدعين جدا ولاد هايلين جدا بيصور لنفسه حاجات مش عارف ايه لا واحد عامل حركه معينه بصوره كويسه يخش بيها مسابقه يخش بيها بتاع ده موضوع ثاني انما ما اخش فيه هنا في 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 المباراه وفي احداثها وفي تقريرها. هل في اجتماع المراقبين تطرقتوا للموضوعات ديت؟ او قلتوا وجهات نظركم في الموضوع ده؟
طبعا لا اتكلمنا مثلا يعني على ان ما بيبقاش حد موجود جوه الملعب الا اذا كان تبع وكاله انباء او تبع جرمان او تبع موقع رسمي وعنده تصريح رسمي وعنده كذا. وجودهم في الملعب بيبقى في المكان الفلاني وبعيد عن كذا، وفتره وجودهم قبل المباراه بتبقى كذا، بعد احيانا هم حتى بعد المباراه بيتسابقوا على المديرين الفنيين بيتسابقوا مع المديرين الفنيين عشان ياخدوا احاديث سواء من المدير الفني او من بعض اللعيبه النجوم وبتاع، وده برضه بيخل بالشكل العام. عارف هو بيعمل سبق اعلامي عشان يوديه القناه بتاعته، انا ممكن اعطل المدير الفني عليه انه يجي المؤتمر الصحفي مثلا، فيضطر المدير الفني انه يجي متاخر. تمام، فيعني حاجات كده. طيب دكتور ياسر، اخر سؤال واختم معاك. قريت بيان اتحاد الكره وحضرتك جاي في الطريق عشان الحلقه. قريت طبعا. بكل امانه وبكل صراحه، متفائل ولا في بعض المسميات في البيان قلقتك من اللي جاي؟ شوف انا يعني خلينا موضوعيين جدا يعني. ايوه. انا لا الوم النادي الاهلي ابدا في بيانه. ولا الوم اتحاد الكره ابدا في بيانه. ليه بقى؟ لان كل يعني طرف، كل طرف من الطرفين له حقوق وعليه مسؤوليات تجاه كره القدم يعني. الاهلي له حقوق كتير وعليه مسؤوليات كتيره جدا لكره القدم المصريه. اتحاد الكوره له حقوق كتير جدا وعليه مسؤوليات جامه. تمام. على مستوى كل الانديه واللي بتمارس كره القدم سواء من الدوري الممتاز حتى الدرجه الرابعه. تمام. اللي انا عايز اقوله، اتحاد الكوره او اللجنه الموجوده لجنه محترمه تدير كيفما تشاء، لجنه مكلفه بالاتحاد الدولي، المفروض انها لجنه محترفه على فكره. لجنه محترفه طبعا. وساب وجوده بتسيير اعمال كره القدم في مصر حتى واجراء انتخابات لمجلس جديد. تمام. وبالتالي هم من حقهم انهم يحطوا كل الضوابط اللي في الاخر الاتحاد الدولي مش هيلومهم عليها على فكره. انما هو عمره ما يحط بعض الامور اللي تضعه في مازق مع الاتحاد الدولي اللي مكلفه. اكيد. وبالتالي احنا ممكن نفهم ده على انه تعنت ضد الاهلي او ضد الزمالك او ضد كذا او ضد كذا. الاهلي من حقه يحافظ عن حقوقه، الزمالك من حقه يدافع عن حقوقه وهكذا. اذا تعرضت هذه الحقوق مع الواجبات اللي مسؤول عنها اللجنه الخماسيه بتحصل مشاكل، او مع اللي موجود الواجبات اللي موجوده في اتحاد الكوره بتحصل مشاكل. وبالتالي بيان الاهلي كان بيان محترم، وبيان اتحاد الكوره اللي طلع النهارده يدافع عن حقوقه ويؤصلها ويؤكد عليها. وعلينا ان احنا خلال فتره التسيير الاعمال دي نحترم المسؤوليات، يعني كل طرف يحترم مسؤولياته. والهم من كل ده نحترم اللوائح، ولكن طبعًا اذا طبعًا وجدت ان شاء الله، واذا لم تكن هناك فيها اي تضارب. اكيد باذن الله. باذن الله. دكتور ياسر عبد العظيم، انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق لك وفي الفتره الجايه. ودور المراقبين في المباريات مهم جدا جدا، ولسه المشوار طويل. لسه، وان شاء الله ما يكونش في احداث في الفتره الجايه لا تعكر صفو الدوري. صفو الدوري باذن الله. ان شاء الله. خلينا نتمنى ربنا سبحانه وتعالى عندنا كره قدم حقيقيه نلعبها زي كل العالم بيلعبها باذن الله. وعايز اختم معاك، كره القدم وجدت للمتعه مش للتناحر والتنافر ولا والمشاكل اللي ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا دكتور ياسر. فقره كانت مهمه جدا مع دكتور ياسر عبد العظيم، وبصراحه وجوده النهارده معانا في التوقيت ده وفي الاحداث اللي احنا بنعيشها مهمه جدا، لان احنا سمعنا اراءه في موضوعات ناس كتير ما بتتكلمش فيها، دور المراقب، دور الحكم، التقارير اللجان بتاخد بقى ايه بالظبط، رايه كمان في فكره السوشيال ميديا والفيديوهات اللي هي بعيده عن الشريط الاساسي للمباراه. كل الاحداث دي على فكره مهمه جدا، لان الموسم لسه طويل وفي احداث كتير هتحصل، فمهم جدا نوثق الكلام ده واحنا لسه مستمرين في الدوري العام. كمان الجزء بقى متعلق بالجزء الاكاديمي بالنسبه للعيب او بالنسبه للاعب الكوره او حتى بالنسبه للرياضي، ده مهم جدا، لان الجزء الاكاديمي مع الجزء العملي مهم جدا عشان الرياضه او الكوره تبقى صناعه، وده اللي بيحصل في اوروبا. الناس كلها في اوروبا بتشتغل على ان اللعبه عباره عن صناعه، الصناعه دي بتجيب فلوس، مداخيل ماليه، في النهايه بتبقى ميزانيات دول بتقوم على هذه الصناعه في دول كتيره جدا بتعتمد على الرياضه وكره القدم كمصدر ومدخل اساسي لميزانيه اي دوله. كل التوفيق يا رب للنادي الاهلي في المرحله القادمه، توقف دوري، اجنده دوليه، استعداد مختلف للمرحله الجايه، لكن ان شاء الله الرزنامه والاجنده للنادي الاهلي بعد 25 نوفمبر تكون انطلاقه قويه على نفس القياس اللي بدأ به الأهلي إن شاء الله بداية هذا الموسم. والنادي الأهلي إن شاء الله هذا الموسم يحقق كل الطموحات اللي ترضي جماهيره، إن الجماهير النادي الأهلي دايما عارفة إيه الطموحات في الفترة الجاية، دوري، بطولة إفريقية، وكل البطولات بإذن الله تكون نصيب النادي الأهلي. بعد الفاصل زميلي العزيز عمر ربيع ياسين والفقرة الحوارية الأخيرة من برنامج الأهلي الليلة، وفي استضافته أحد نجوم ولاعبي النادي الأهلي السابقين، تابعوها في هذه الفقرة. شكرا، والتقي بكم على خير إن شاء الله في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهلي الليلة.